إذاعة سلطنة عمان. الفصول كلها، الفصول كلها، الأسرار العذبة التي للينابيع، الأراجيح التي تذهب بنا بعيدا إلى السماء الزرقاء، إلى السماء الزرقاء، الأشجار الكثة العالية. هكذا تمنحنا الكتابة هداياها وأشواقها، شفافيتها المدهشة، هواءها الذي يغسل رئاتنا من الصدى وقلوبنا من الغبار. في هواء الكتابة، في هواء الكتابة، رحلة أسبوعية يصحبكم فيها صالح بن علي العامري، إخراج علي بن عبد الله العجمي. في هواء الكتابة، في هواء الكتابة، أصدقائنا، أهلا بكم في هواء الكتابة. عبر هذه الحلقة نذهب وإياكم إلى هذه المحطات، ذكرى رحيل الكاتب الإسباني لوبي دي فيغا والشاعر اليمني عبد الله البردوني. القصة بشاير السليمي تقرأ عالدا من نصوصها القصصية مع رؤية نقدية في مجمل تلك النصوص للكاتب محمد بن أحمد الشحي. عرض لكتاب سام هامل الجنة تقريبا يقدمه الشاعر إبراهيم سعيد، ومقتطف مختار من قصة أمي تسكن غيمة للقصة حنان المنذري. نرحب بكم مرة أخرى في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة. مرينا بيكم حماد واحنا بقطار الليل، وسمعنا دقق هوا، شمينا ريحة هيل. مرينا بيكم حماد واحنا بقطار الليل، وسمعنا ذاك
الكتابة في هواء الكتابة. إذا كان الجسم يريد أن يكون ترابا في الأرض، فالروح تريد أن تكون جنة في السماء. هكذا يعبر لوبي دي فيغا عن التناقض بين رغبتي الجسد الفاني والروح الخالدة. لوبي دي فيغا شاعر وروائي وكاتب مسرحي إسباني، يعتبر واحدا من ألمع كتاب المسرح في العصر الذهبي الإسباني. ألف 3000 سونيتا و3 روايات و9 ملاحم، وله المئات من الأعمال المسرحية. كان منافسا كبيرا للكاتب الإسباني ثيربانتس، صاحب كتاب دون كيخوتا، والذي أشار إليه ثيربانتس في الجزء الأول من دون كيخوتا عام 1605. ومع ذلك فقد أطلق ثيربانتس عليه لقب وحش الطبيعة، نظرا لغزارة إنتاجه الأدبي. توفي لوبي دي فيغا في 27 من أغسطس من عام 1635 للميلاد. الكاتب الإسباني أنطونيو بويرو بايخو، المتوفى عام 2000 ميلادية، حاز في كتابته للمسرح على المركز الأول في مسابقة جائزة لوبي دي فيغا، كما حصل عام 1986 على جائزة ثيربانتس. نستمع في الدقائق القادمة إلى هذا المسمع الدرامي من مسرحية القصة المزدوجة للدكتور بالمي لأنطونيو بويرو بايخو، أحد أحفاد ثيربانتس ولوبي دي فيغا، والتي ترجمها إلى العربية صلاح فضل ضمن سلسلة عالم المسرح الكويتية. ألا تريد ذلك يا دانيال؟ ألا تريد ذلك؟ لقد ذهبت لاستشارة الدكتور بالمي. ماذا؟ في اليوم السابق على إجازتي، وقد عثر على سبب فيما يحدث لي. استمر. إنه نوع من عقاب النفس، أتفهمين؟ لتواطؤك. بل لشيء أبعد من ذلك يا ماري. ما هو؟ كان بودي أن تكوني قد حدثت به. تكلم. كان علي أن أقوم بتنفيذ شيء رهيب يا ماري، فزوج صديقتك لم يكن يريد أن يتكلم، وباولوس أمرني بأن أضغط عليه بطريقة مفزعة. أنت؟ نعم أنا. حتى أنت؟ نعم حتى أنا. ماذا فعلت فيه؟ أسوأ ما يمكن أن يفعل في رجل. لا أفهم ماذا تعني. تصوري أسوأ شيء، ولأنني فعلت هذا فقد تكفل في داخلي بمعاقبتي وتركني في نفس الحالة التي تركته فيها، أو تكفل بهذا أحد، لأنه يوجد إنسان آخر في داخلنا يتولى عقابنا، إنسان آخر. ماري، إنني أستحق الاحتقار. لقد فكرت كثيرا في هذه الأيام، وكل التبريرات لا تقنعني أنا نفسي، لكن ما أريد أن أقوله لك هو أنني نادم إلى أبعد الحدود، ولا يمكنك أن تتصوري مدى الغثيان الذي أشعر به من نفسي. ساعديني على أن أكون هذا الإنسان الآخر الذي يوجد بداخلي، فليس لي أحد في هذه الدنيا سواك. أرجوك يا ماري. عنوانها الأدبي طويل إلى حد ما، وهو القصة المزدوجة للدكتور بالمي، وقد صدرت الطبعة بنفس هذا العنوان، لكنها عندما قدمت على المسرح القومي في مصر في
نهاية السبعينيات قدمت باسم تجاري آخر هو دماء على ملابس السهرة. خطورة هذه المسرحية والباعث لي على اختيارها على وجه التحديد أنها تتناول مشكلة دقيقة وحساسة تتصل بطبيعة تطور مجتمعاتنا التي تنتمي لهذا العالم الثالث بالنسبة لأساليب الحكم وعلاقتها بالقوى المختلفة في المجتمع. هي لا تناقش القضايا السياسية بشكل تجريدي أو بشكل فكري فلا تصبح بذلك دراما، لكنها تقدم نموذجا بشريا بسيطا وطبيعيا لشاب يعمل في جهاز من أجهزة الشرطة وواجبه الأساسي هو حفظ النظام وحماية الأوضاع القائمة ضد أي خلل سياسي وضد هؤلاء الثوريين العنيفين الذين كانوا يقلقون تلك المجتمعات الآمنة في مفهومها وفي منظورها. لكنه وهو عندما يمارس وظيفته لا يلتزم بالقانون ولا بالشرعية. تبدأ المسرحية عندما يصاب هذا الشاب وهو زوج بمأزق شخصي، يذهب إلى طبيب نفسي كي يعالجه منه. يتمثل المأزق في حالة عجز جنسي. تبدأ جلسات العلاج النفسي لهذه الحالة، فتترى المشاهد وتتعقد العلاقة بين هذا الشاب وبين طبيبه من ناحية وزوجته من ناحية ثالثة، لكي يتم اكتشاف أن تلك الحالة ليست سوى نتيجة لعقاب ذاتي يوقعه بنفسه، لأنه أثناء ممارسته لعملية الاستجواب في السجن الذي يعمل فيه قد تهور وأصاب سجينا في رجولته كي يجبره على الاعتراف. ثم بطريقة فعالية اللاشعور وعقاب النفس أصيب بهذه الحالة كنوع من رد الفعل دون أن يستطيع ربط الأمرين بعضهما بالبعض الآخر. يتم ذلك في إطار درامي مرهف شفاف يستطيع أن يقدم جزء من الحياة البشرية في صراع القوى السياسية والاجتماعية ودون أي نبرة خطابية أو عظية، لكي يقول لنا بشكل بسيط ومؤثر وفعال إن الجلاد يصاب بقدر من التحطيم من الدمار من الانهيار بأكثر مما يصاب به الضحية. كان ذلك الناقد صلاح فضل مترجم مسرحية الكاتب الإسباني أنطونيو بويرو بايخو القصة المزدوجة للدكتور بالمي. في هواء الكتابة. في هواء الكتابة. يروى بأن أحدهم ذهب مرة إلى الإمام يحيى إمام اليمن السابق شاكيا له الشاعر عبد الله البردوني، مقترحا عليه دق عنقه أو صلبه قبل أن يستفحل أمره ويشيع شعره، لكن الإمام يحيى صرخ به: كلا دعوه، أريد للتاريخ أن يسجل أن البردوني نبغ في عهد الإمام يحيى. توفي الشاعر اليمني عبد الله البردوني في 30 أغسطس من عام 1999، وبرحيله كما نقرأ للكاتب المغربي صلاح بوسريف تتوقف دورة تجربة شعرية
زاوجت في شكلها ونمط كتابتها بين زمنين وتصورين في الكتابة، يعني في الشعر تحديدا، باعتباره أحد الشعراء النادرين الذين حفروا في مجرى القصيدة العمودية أفقا فرديا يتميز بفرادة تلك الإضافات التي ميزت تجربة البردوني كما ميزت تجربة الجواهري قبله. فالشعر المعاصر لم يكن ثورة على الشعر العمودي باعتباره شكلا، بل ثورة على هذا الشعر باعتباره تصورا ورؤية تقوم في جوهرها على التقليد وعلى الاتباع، ولم يعد مسموحا في سياقها بإبداع أو فتح أي أفق للمغايرة والاختلاف، أعني بفتح النص على مسارب الحداثة وعلى دم جديد ورؤى مختلفة. يضيف صلاح بوسريف: وهذا ما جعل من هذا الشعر في بعض التصورات النظرية التي واكبت يعتبر القصيدة العمودية نمطا متجاوزا ومنتهيا، لأنه يقوم على الاستعادة واشترار ما سبق. هذا التصور كان يستثني تلك الأعمال الخلاقة التي حاولت من داخل الشكل العمودي أن تعيد ترتيب أوضاعها بإعادة وضع اللغة، أو بوضعها بالأحرى على محكات شعرية تتيح للمعنى أو الدلالة أن تتخذ أوضاعا مغايرة ناقلة النص من أفق المعنى إلى أفق الدلالة أو انفتاحها بالأحرى. نستمع في الدقائق القادمة إلى مقطع من قصيدة الغزو من الداخل للشاعر اليمني الراحل عبد الله البردوني، والتي كتبها في السبعينيات وألقاها في مهرجان جرش في مطلع الثمانينيات من القرن المنصرم. فظيع الجهل ما يجري وأفضع من أن تدري، وهل تدرين يا صمعة من المستعمر السري؟ غزاة لا أشاهدهم وسيف الغزو في صدري، فقد يأتون تبغا في سجائر لونها يغري، وفي صدقات وحشي يؤنسن وجهه الصخر، وفي أهداب أنثى في مناديل الهوى القهري، وفي سروال أستاذ وتحت عمامة المقري، وفي أقراص منع الحمل في إنبوبة الحبر، وفي حرية الغثيان في عبثية العمر، وفي عود احتلال الأمس في تشكيله العصري، وفي قنينة الوسكي وفي قارورة العطر، ويستخفون في جلدي وينسلون من شعري، وفوق وجوههم وجهي وتحت خيولهم ظهري. غزاة اليوم كالطاعون يخفى وهو يستشري، يوشي الحاضر المزري، فظيع جهل ما يجري وأفضع من أن تدري. يمنيون في المنفى ومنفيون في اليمن، جنوبيون في صنعاء، شماليون في عدن، وكالأعمام والأخوال في الإصرار والوهن، خطى أكتوبر انقلبت حزيرانية الكفن، ترقى العار من بيع إلى بيع بلا ثمن، ومن مستعمر غاز إلى مستعمر وطني. لماذا نحن يا مربى ويا منفى بلا سكن، بلا حلم بلا ذكرى بلا سلوى بلا حزن؟ يمانيون يا أروى ويا سيف ابن ذي يزني،
ولكن برغمكما بلا يمن بلا يمني بلا ماض بلا آت بلا سر بلا علن أيا صنعى متى تأتين من تابوتك العفن أتسألني أتدري فات قبل مجيئه زمني متى آتي ألا تدري إلى أين انسنت سفني لقد عادت من الآتي إلى تاريخها الوثني فظيع جهل ما يجري وأفضع من أن تدري نداري كغربتي في المنافي واحتراقي كذكريات رمادي إن داري كغربتي في المنافي واحتراقي كذكريات رمادي يا بلادي التي يقولون عنها من كناري ولي دخان اتقادي يا بلادي التي يقولون عنها من كناري ولي دخان اتقادي ذاك حظي لأن أمي سعود وأبي مرشد وخالي قمادي أو لأني أطعمت أولاد جاري ورفاقي دفاتري ومدادي أو لأني دفعت عن طهور أخوتي وبناتي مكر الذئاب العوادي أو لأني أطعمت أولاد جاري ورفاقي دفاتري ومدادي أو لأني دفعت عن طهور أختي وبناتي مكر الذئاب العوادي أو لأني زعمت أن لديهم لي حقوقا من قبل حق ابن هادي يا بلادي يا بلادي هذه الربا والسواقي في ضلوعي في ضلوعي تنهدات شوادي يا بلادي يا بلادي هذه الربا والسواقي في ضلوعي في ضلوعي تنهدات شوادي إنما من أنا إنما من أنا وليس بكفي مدفع مدفع والتراب بعض امتدادي ربما كنت فارسا لست أدري قبل بدء المجال مات جوادي العصافير في عروقي جياع والدواري
والقمح في كل وادي، العصافير في عروق جياع، والدوادي والقمح في كل وادي، في حقولي ما في سواها، ولكن باعت الأرض، باعت الأرض، باعت الأرض في شراء السماء. استمعنا إلى قصيدة الشاعر اليمني الراحل عبد الله البلدوني إلا أنا وبلادي، وقد لحنها وغنها الفنان جابر علي أحمد. في هواء الكتابة، في هواء الكتابة. لا صغير أو كبير في أرض الأدب والفن، بل هي التجربة الخلاقة التي تتشكل وتتطور، والتي تتأسس على بنيان الواقع المخصب والملقح بآفاق الخيال. البدايات وميض برق قادم، والالتقاطات الأولى مخاض عذب لولادات أشف وأجمل. هكذا يسير الزورق الدؤوب في بحر الكتابة المديد. الكتابة تهبك وتمنحك نفسها بقدر ما يعطيها الكاتب وما يمنحها من قيعانه ومسراته وآلامه، من انهماكه فيها وإخلاصه لها. بشاير بنت حبراس السليمي صوت قصصي من عمان يعد بالكثير ويرسم مع بقية أقرانها لونا خاصا في مستقبل السرد والكتابة عموما. فازت قصتها القصيرة اجلح بالمركز الثالث في الملتقى الأدبي والفني 21 للشباب، والذي نظمته وزارة التراث والثقافة في مدينة نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية 2015. نستمع في الدقائق المقبلة إلى عدد من القصص القصيرة جدا الكاتبة بشاير السليمي. مقص. ربطت ضفيرتها بجوربه الكحلي الثقيل ونامت. صحى متأخرا على العمل، ارتدى جوربا واحدا وظل يبحث عن الآخر، وعندما أخفض رأسه باحثا تحت السرير استوقفته ضفيرتها، وحين استيقظت وجدت ضفيرتها بين فكي المقص تحت السرير. إيفل أراد هذه المرة أن تكون صورته مختلفة، فاقترحت عليه أن يكون في وضعية وكأنه ممسك بقمة إيفل المدببة. في اللحظة التي ضغطت هي زر الالتقاط وخزه الطرف المدبب للبرج فسال دمه. خشوع. لم تحب مصليات النساء قط،
لأنها كلما فكرت في الخشوع رأت نفسها تكنس أرضية المسجد وتمسح الزجاج. أرضة تسأله قبل ذكرى مولده عن الهدية التي يرغب أن تقتنيها له، فيقول كتاب. هو أرضة كتب، وهي لم تهده كتابا إلا وسبق له أن قرأه أو اقتناه، ولكنه لأجلها يقرأ الآن ماركيز مرة أخرى. شال. لم أسامح قط ابن جيراننا الذي نظف ذات مساء سيارته المتسخة بشال المفضل، شال الذي لم أضع عليه مشبكا وهو على حبل الغسيل، خانني بعد أن كان مثقلا بالماء ورائحة داون الزكية وطار إليه من سطح المنزل. طوفان. غداؤنا يغرق، مطبخنا يغرق، بيتنا يغرق، الجميع يغرق، عاملة المنزل أغرقتنا بالماء من أجل صحن على شكل سمكة. فتاة من ورق. قالت وعيناها ترمقان الصفحة البيضاء في يدها، أريد بانيو ودش وبنت. بنتا بحجمي تستحم على الورق، خطوط متقطعة تهطل من الدش وتنزلق بغزارة على رأس الفتاة فينساب شعرها الطويل على ظهرها. خالها تزوج ذات يوم من امرأة من ورق، رسمها ومعها طفلان، بل ورسم نفسه على الزاوية. كانت ساقاه نحيلتين جدا ورأسه يشبه الرقم 5. لم يكن متزوجا، لكنها حين سألته عن زفافه قال لقد تزوجتها سرا، أمعني النظر في صورتها، لم يرها غيرك. نسيت أمر الدش في بانيو ورقتها بانتظار البنت، همست لأخيها أن يرسمها لها. سمعتها أمها فقالت بلهجة حادة وعينين أحد، إياك أن ترسمي شيئا كهذا في حصة الفنون. خاف أخوها من غضب أمها فمسح البنت على عجل، لكنها رأت البنت تخرج مسرعة من بانيو الورق بمنشفة بيضاء قبل أن تكنسها الممحى. جلح. منكبا على وجه أبيه النائم يرسم شاربين كثيفين ولحية غليظة، يسيل لعاب أبيه فيجرف معه الشعرات المرسومة بعشوائية، يجففه بمحرمة ويعاود الرسم. شخير الأب المزعج يوتره أحيانا فتصير الخطوط عوجاء ومموجة، فيضطر لثوان أن يسد من خري والده بإبهامه وسبابته لبرهة. رسم ذات ليلة لأمه أقراطا طويلة بعدما ألحت على والده أن يبتاعها لها وما كان يفعل، فما كان بعد رسمه ذاك إلا أن رآها سعيدة بالأقراط الطويلة صباحا. يتذكر وصف أقرانه لوالده يوم اجتماع أولياء الأمور في المدرسة بأنه قلح على عكس آبائهم ذوي اللحى الطويلة، فيمد الخطوط حتى منتصف قميص النوم الذي يلبسه والده. على الفطور كان وجه أبيه صافيا ككل يوم ولا أثر للحية التي رسمها، ولكنه بعدما أنهى فطوره وذهب ليغسل يديه وجد شعرا طويلا على المغسلة ومسح حلاقة. 79 شمعة. لم أرى بعد كعكة 79 شمعة، بالكاد عرفت لون الكريمة من بين زحمة الشموع. لم تكن ذكرى مولدي، ولكنه أصر أن يتعب رئتي بإطفاء ذلك العدد الهائل منها. حتى الصورة التي على الكعكة ليست صورتي، حين فتحت هدية كانت قرصا مدمجا، وعندما أدخلته في المسجلة غنت فيروز. في هواء الكتابة. في هواء الكتابة. استمعنا إلى الكاتبة بشاير بنت حبراس السليمي وقد قرأت عددا من قصصها القصيرة جدا. حملنا تلك القصص إلى الكاتب محمد بن أحمد الشحي لتقديم رؤية نقدية عن مجمل تلك النصوص، فما الذي أصغى إليه في نصوص الكتابة؟ كيف تذوق قصصها تلك في مختبره النقدي وحساسيته القرائية؟ نستمع إلى محمد الشحي. محمد
ليست القصة القصيرة طبعا استجابة لطبيعة الأخر المتسارعة، ولعل الأمر الذي يحافظ على سلبية هذا النوع هو احتفاظها بعنصر الإدهاش أو الدهشة، الذي هو شكل من أشكال الخيال. هو شكل مستفز لأنه يفكك العلاقات المقولبة بين الموجودات ليترك للقارئ مساحة كافية لبناء علاقة جديدة بين هذه الموجودات، وبذلك يشارك المتلقي رسميا في عملية الإبداع هذه. أما من الناحية البنيوية للقصص الخاصة بشاير سليمية، القصص قصيرة جدا، فإنها تحافظ على العناصر البنيوية المميزة للقصة القصيرة جدا كما حددها راسم قاسم الباحث في هذا المجال، وهي القصصية، الجرأة، الوحدة، التخفيف، بالإضافة إلى محافظتها على التقنيات المعروفة في القصص القصيرة جدا، من استخدام الجمل الفعلية بكثرة في هذه القصص، مثلا ربطت، صحى، ابتدى، أراد، لم تحد، كلها جمل فعلية، بالإضافة إلى أنها تنطلق من الفكرة لتعالجها من خلال الأحداث المركزة. ففي قصة إيفل مثلا تبدأ بأراد هذه المرة أن تكون صورته مختلفة، لتتلو هذه الجملة الفكرة أحداث تعالجها. تلتزم بشاير التكثيف في قصصها، فلا تكاد القصة تبلغ صفحة واحدة، تعتمد على عنصر المفارقة بشكل كبير. ففي قصة بلح يتبين أن الوالد حلق لحية حقيقية بعدما رسمها له الابن وهمية أثناء نومه. الشخصيات في قصص بشاير معينة وغير معينة، فهناك الخال والأب والأخ، ولكن ليس أي منهم مسمى، لتبقى مساحة ملء هذا الفراغ بأي أب وأي خال وأي أخ متاحة للجميع. على العكس عندما يتم تسمية الشخوص، فإن الشخصية تأخذ من اسمها نصيبا، خاصة عند قصدية اختيار هذه الأسماء، فتقل نسبة احتمالية ملء هذه الشخصية بأخرى من الواقع. أما من الناحية الثقافية، فيبدو الصراع بين الفن والدين، ومحاربة الدين للفنون، وإباء الفن وهروبه من جحيم الدين بين قوسين المتدينين. ففي قصة جهنم الكتب مثلا، شخصية الفرد المتردد بين هذين الأمرين اللذين لا يشكلان في الحقيقة علاقة تقابلية سوى في الشرق المسكين، ينصح المطوع هذه الشخصية بترك قراءة هذه الكتب لأنها من مسلسلات الصلاة، لتحدث المفارقة والمفاجأة بأن يختار هذا الشخص أو هذه الشخصية ترك الصلاة من أجل هذه الكتب، لا العكس. الهلع من رسم ذوات الأرواح يدفع بالفتاة المرسومة للهرب من منحات الأخ المدفوع بتحذيرات الأم في قصة فتاة من ورق، تحدث المفارقة مجددا نتيجة للصراع بين الحياة والدين. في النهاية أقول أعترف أني لم أستطع فتح ألغاز بعض هذه القصص، وإني لأفضل أن تبقى بعض الأبواب مواربة لعل الزمن كاف لفتح هذه الرموز. بشاير السلمية مدهشة في إخلاصها لهذا المجال السردي الجديد، وتبشر بمستقبل مبهر بإذن الله في هذا المجال. كنا مع الكاتب العماني محمد بن أحمد الشحي، وقد قدم لنا رؤية نقدية عن مجمل قصص القصة بشاير بنت حبراس السليمي. محمد بن أحمد الشحي من مواليد خصب 1992، تخرج من جامعة السلطان قابوس قسم اللغة العربية، مهتم بالبحث والأسئلة النقدية، وله العديد من المقالات في الصحف المحلية. الله معك يا هوا. يلي نطرونا بكرة إذا ذكروا العشاء ضلوا تذكرونا، ذكرونا، 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 ضلوا تذكرونا.
السعيد انتهينا وتودعنا ما بنسى شبكينا وصلينا تضلك معنا ويا أهل الهوى يلي نطرونا بكرة إذا ذكروا العشاء سوا وصوتك بالليل يقل وانا عم اسمع بحبك حتى نجوم الليل نجمة ونجمة توقع نبقى سوا وصوتك بالليل يقل وانا عم اسمع بحبك حتى نجوم الليل نجمة ونجمة توقع خلص الحب وسكتت الكلمة وتسكر القلب ما وقع ولا نجمي وخلص الحب وسكتت الكلمة وتسكر القلب ما وقع ولا نجمي ما دار الكلام بيضلوا كلام وكل شي بيخلص حتى الأحلام ما دار الكلام بيضلوا كلام كل شي بيخلص حتى الأحلام والأيام بتمحي الأيام في هواء الكتابة في هواء الكتابة نذهب الآن إلى الجنة تقريبا وهو كتاب مختارات شعرية للشاعر الأمريكي سام هامل ترجم هذا الكتاب إلى العربية الشاعرة المصرية أمل جمال وصدر عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة 2013 يقدم لنا الشاعر إبراهيم سعيد تطوافا سريعا في هذا الكتاب وفي مناخاته الشعرية نستمع إلى إبراهيم سعيد. في العام الذي قررت فيه أمريكا الهجوم بجيوشها الجرارة وقوتها المتفوقة على العراق عام 2003 بزغت حركة شعراء ضد الحرب. جمعت الحركة حوالي 1,000,000 توقيع من الأدباء والمثقفين ضد تلك الحرب وصارت مليونية لتسليم عريضة التوقيعات مع عشرات الآلاف من القصائد لشعراء من أمريكا والعالم ضد الحرب. أعلنت تلك الحركة يوم 12 من فبراير يوما للشعر المناهض للحرب. لم تزعزع تلك القصائد إدارة الولايات المتحدة عن موقفها المسبق لضرب العراق لتدميره وتنكيله وجعله كما نرى اليوم بؤرة لتفريخ الكابوس وصناعة الفزاعات الإعلامية. خلف تلك الحركة العالمية للشعر في عالمنا المعاصر كان يقف سام هامل الشاعر الذي وقف بشجاعة أمام الإدارات المتلاحقة للولايات المتحدة وسياساتها في دول العالم. هو نفسه الذي درس المساجين بشكل طوعي في السجون لمدة 15 عاما وعمل هو وزوجته مع الأطفال والنساء الذين تعرضوا للضرب وسوء المعاملة. لسام هامل عدد من الدواوين الشعرية والترجمات من عدد من اللغات. هو مناصر شهير للقضية الفلسطينية وقد أتت الالتفاتة الجميلة بترجمته إلى العربية من الشاعرة المصرية المعروفة أمل جمال عبر هذا الكتاب الصغير الحاوي مختارات من شعره والمنشور عبر مشروع سلسلة الشعر التي تصدر عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة والذي صدر في عام 2013 بعنوان الجنة تقريبا والذي ترجمه آخرون بشبه الفردوس.
في شعر هامل أصداء من حياته من يتمه المبكر تشرده هربا من العائلة التي تبنته واضطهدته من تأثره بألبير كامو وخروجه من البحرية الأمريكية رافضا مبدأ القتل. تأثر هامل واضح بالطاوة الصينية والبوذية كفلسفة في شعره يجد القارئ لمسات صادقة يقف أمامها المرء مطولا. القلب نهر ينبع من ذاته لا يمكن عبوره. شعر من هذا النوع يدون تلك اللمسات اللحظات يدعوها تنساب أمام العين كنهر القلب الذي لا يمكن عبوره كسبب النهوض وضرورة الرق. الأحزان الصامتة تتراكم كالتراب تنتظر معاناتنا الطويلة في إزالتها. لكن إن لم أنهض وأرقص ثانيا سيفوز الهمجيون. تستدرك أنهار القلب ورقصات الجسد نفسها تبحث عن الحميمية في الأمكنة. ما من مكان حميم إلا ما نجعله نحن حميما. هناك تصعد لحظة ليست من الماضي بل من المستقبل مما وراء الوجود المعروف استدارة متأخرة إلى بدايات العصر الذهبي. وحين تلتقي الأزمنة أو في الزمن السرمدي يحدث هذا المشهد. الحيوانات أتت إلينا لعقت أكفنا من أجل الملح. نظرت إلينا بعيون ضخمة فطنة ثم استدارت وغادرت وحدها ثم دخلت الجنة. في قصيدة منتصف الصيف يصادف الشاعر في الليل غزالتين صغيرتين على الشارع العام يحدقان فيه. يوقف سيارته ويتبادل التحديق مع عين الغزالة دقيقة بدقيقة. تنقشع السحب تبزغ الشمس وتمضي الغزالتان ليعود الشاعر إلى يومه وما لديه من أعمال. والآن في ساعة متأخرة من النهار يهبط الضباب ثانية. أنا ما زلت أتذكر الوخز اللذيذ بجلدي تحت العيون البنية الجميلة بتلك الغزالة وهي تتفحصني مثل يد حبيب ببطء وحذر تستكشف شيئا ما عميقا في نفسي شيء لا أستطيع أن أسميه أو ألمسه. شعر سام هامل رقيق ينسج من رقته ورهافته كلمة شديدة الصلابة ينسج نفسه بقوة المقاومة. يكتب عن الثورة هكذا قائلا هذه الثورة ليس لها بداية ولا نهاية. أغلى الأشياء عندي هي أبسطها لقمة العيش والعرفان بالجميل. العرفان بالجميل مجرد كلمة بسيطة انحناءة وأنا أضم كفي يدي هي تحية البوذية داشو. لقد حلمت بأنك كنت قصيدة. تنتهي المختارات الشعرية بهذا المقطع الدال الذي نختم به. الشعر ليس رفاهية الشعر مرفأ وعون ومنقذ للأرواح منقذ لكل ما لا يمكن إنقاذه من حطام الحياة الأمريكية. كنا مع الكاتب العماني الشاعر إبراهيم سعيد وقد أخذنا في جولة سريعة في كتاب مختارات الشاعر الأمريكي سام هامل الجنة تقريبا ترجمة أمل جمال. في هواء الكتابة في هواء الكتابة حنان المنذري قصة عمانية صدرت لها مجموعتها القصصية الأولى ستائر مسدلة عن دار الانتشار العربي البيروتية
في عام 2011، وذلك ضمن البرنامج الوطني لدعم الكتاب. في الدقائق القادمة نستمع إلى مقطع من قصته القصيرة أمي تسكن غيمة. عند الباب تستقبلنا عاملة الروضة مهللة بقدوم أول فوج من الدارسين، حيث ستسلمنا فيما بعد إلى المديرة الأستاذة فتحية لكي توزعنا كما اعتادت أن تفعل في مستهل كل عام، كل واحد إلى صفه. هكذا أفترق عن عمر مرتاحة ويفترق عني مرغما. في الفصل أجلس بجانب رفيقي سعيد الذي دأبنا على مناداته بسعدون تحببا وتلطفا، نتقاسم الضحكات والشطائر، ثم سرعان ما نختلف فنتبادل الصفعات واللكمات حتى تأتي الأستاذة لتنهال علينا بالتوبيخ والتقريع بعد أن تنزع يديه الناهشتين عن خدي وأظفاري المغروسة في شعره. تمضي الدقائق محقونة بالغضب، يدق جرس انتهاء الحصة الأولى وابتداء حصة اللعب، نخرج كلنا دفعة واحدة، أينا يصل إلى الباب أولا؟ يسبقني سعدون كعادته إلى الحصان الخشبي الأدهم، وأقف غضبا أنتظر دوري إلى جواره. كان للسعدون شعر طويل يصل إلى كتفيه، وكان شعره الناعم يسقط على جبينه وعنقه كلما مال بالحصان إلى الأمام، ويعود كحبات رمل عجنتها موجة مشاكسة ذات صباح مشاغب كلما أسند ظهره إلى الخلف. وكأني أسمع صياح عمر في الصف المجاور، لا بد أنه قد أنهى للتو تناول الوجبة التي حكت عنها ماما والتي جاء خصيصا من أجلها، وها هو يبكي الآن رغبة في العودة إلى المنزل. لقد كنت مثله في عامي الأول، لكني سرعان ما ألفت المكان وأحببت رموزه. الأستاذة فتحية والأستاذة ابتسام، العاملة بهجة، سعدون وحصان الأدهم. سرعان ما يشعر سعدون بالتعب فيترجل عن الحصان الذي دبت الحياة فيه حين أحسني قربه. أمتطيه وأستلم اللجام فأكون أشد جموحا من خيلي ومن سعدون ومن أطفال الروضة، وأصنع لحصاني جناحين ثم آمره ليرحل بي نحو البعيد إلى حيث النجوم والكواكب وبلاد العجائب. أغوص في داخلي حتى أكاد لا أسمع همهمات الصغار وضحكاتهم من حولي، وأكاد لا أشعر بمريم وهي تشد طرف مريولي الأزرق راجية مني أن أترجل عنه لتتسلم دورها، ولا أعود أستمع لصراخ عمر الذي يهز أركان الروضة بالنحيب. أكون نفسي مع نفسي ووحدي في وحدتي، يصاعد الصخب بي حتى يتلاشى، فأكمل المسير إلى أعالي السحب حيث تنتظرني هناك ماما التي تمد لي ذراعيها وتحتويني كطفل في مهده الأول. لا قانون هناك، وكل أجزائي صارت أذن. أمي صوت قادم من بين الأركان ومختلف الزوايا، وأرواح الحكائين تعود لتستوطن أبدان الحكايات المارقة. الغيم يوشوش هفهفات النسيم، وأنا أذن عاشقة لا تود أن تعود إلى ذات الجسد. استمعنا إلى القصة حنان المنذري وقد قرأت مقطعا من قصة قصيرة لها بعنوان أمي تسكن غيمة من نصوص مجموعتها القصصية ستائر مسدلة الصادرة عن دار الانتشار العربي 2011. إلى المتابعة.
الملتقى بكم في لقاء آخر في هواء الكتابة. إعداد وتقديم صالح بن علي العامري، إخراج علي بن عبد الله العجمي. في هواء الكتابة، في هواء الكتابة.